احنا مش هنتكلم في حلقة النهاردة عن ايه الاسباب اللي ممكن تخلي اي برج ان هو ينهي العلاقة حتى لو بيحبك. للأسف حتى لو بيحبك، اكيد اي برج رجل او امرأة في الدنيا بيجيله مرحلة وليه ليميت معين كده عنده، بيقولك انت من طريق وانا من طريق. لو جينا نرتب الابراج كلها في الموضوع ده، مين يجي في الـ12 ومين يجي في النص ومين يتصدر الترتيب في حلقة النهاردة؟ اهو ده بقى موضوع حلقتنا. اكتبوا كده توقعاتكم، كل واحد او كل واحدة احساسها بنفسها واحساسه بنفسه هيجي في المركز الكام، ويكتب لنا او حد اذكى شوية يقول لنا مين المركز الاول، لان انا بقرا كل تعليقاتكم. ويلا بينا نبتدي في المركز الـ12، رجل او امرأة برج العذراء الترابي. اذا هو اقل الابراج او ابطأ الابراج في انهاء العلاقة إذا قارناها بإخواتها. أكيد في مرحلة معينة عندها برج العذراء بيقول لك طفح الكيل وإنما للصبر حدود، ولكن عشان توصل معاه للمرحلة دي ما بتوصلش بسرعة قوي زي إخواته اللي في القمة. أعلى منه في المركز الـ11 برج الثور الترابي، أيضا من أقل الأبراج وأبطأها إنهاء للعلاقة. ولازم تكون الأسباب قوية وداعية فعلا للانفصال او لانهاء او لاغلاق العلاقة دي. ننتهي من الاخوة الترابيين تماما في المركز العاشر ببرج الجدي الترابي، واحد من ابطأ الابراج وليست اسرعها اللي ممكن تنهي العلاقة. ايضا الثلاث ابراج الترابية ما عرف عنهم في علم الفلك ان هي ابراج نفسها طويلة ونفسها طويل وبتطول نفسها عليك وفي التعامل معاك، وممكن تكبر دماغها مرة اتنين تلاتة، تلمح تقول لك بطريقة غير مباشرة او مباشرة ترجع لك، مش بتنهي بسرعة، مش زي ابراج القمة اللي ممكن على سبب بسيط تصبح ما تلاقيهاش في حياتك. يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة وانا شايفها مفيدة تدعموها بلايك، ولو العكس ديسلايك وقولوا لي السبب. نستمر في الصعود عشان نوصل للمركز التاسع لما نلتقي ببرج الحوت. دخلنا في منطقة وسطى ولكن ابدا ما يصنفش من بين الابراج السريعة في انهاء العلاقة، والا ما كانش يجي في المركز التاسع. لا الحوت والله نفسه طويل زيه زي برج العقرب اللي بيجي في المركز الثامن في منطقة وسطى، برضه يصنف من الابراج اللي هي مش سريعه. اقرب رجل او امراه بيجي معانا في المركز الثامن اي يعتبر في منطقه وسطى، ما تخافش منه قوي، يعني صعب ان انت تنام وتصبح ما تلاقيش البرج ده في حياتك الا بالشديد القوي، وبعد ما يكون وجه لك انذارات شديده اللهجه والتحذيرات غالبا اغلبها هتكون وجهت ليك بشكل غير مباشر وانت نايم في العسل او عامل نفسك ما انتش واخد بالك. نخش اكتر في الجد ونخاف اكتر ونوصل لبرج اسرع من كل الابراج دي وليس من اسرعها، الا وهو برج السرطان اللي بيتربع على عرش المركز السابع عشان يعمل حلقة الفصل ما بين الابراج اللي ممكن نقدر نقول عليها السريعة والابراج اللي ممكن نقدر ان احنا نقول عليها مش سريعة او بطيئة في حلقة النهاردة. والسرطان ما نقدرش نقول عليه انه سريع في حلقة او سريع في انهاء العلاقة، اي من الابراج اللي مش هنقدر ان احنا نقول ان حلقة النهاردة منطبقة على شخصيتك. نخش في الجد اكتر واكتر. يا ابراج القمة، انتم تعبين اللي انتم بترتبطوا معاه وتعبين نفسكم لانكم بتندموا قراراتكم في العلاقة في انهاء العلاقة سريعة جدا، حتى ممكن في الدخول في علاقة حب، فما بالكم في انهاء العلاقة بتندموا. انتم من اكتر الابراج اللي ممكن تندم بس قدام عشان متسرعة وسريعة في انهاء العلاقة. من اول برج الميزان اللي بيجي في المركز السادس، هو ما يعتبرش ايضا من الابراج السريعة ولكن هو برج وسط في الموضوع ده بما تحمله الكلمة من معنى. اذا سئلت عن برج الميزان في الموضوع ده اقدر اقول عليه معتدل متزن ما بين البنين. طب يميل للاقل ولا للاعلى، يعني للاقل ولا للاسرع؟ لا يميل للاسرع برج الميزان، يميل لاخواته اللي تزاحموا على تصدر التصنيف في حلقة النهاردة. نعلى أكتر، نخش في الجد أكتر، واحد من أسرع الأبراج في إنهاء العلاقة واللي تعاملوا معاه وارتبطوا بيه للأسف، يفهموا الكلام ده كويس، برج الدلو. ما بين واحد من أقوى وأسرع 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 الأبراج في إنهاء العلاقة، رجل
وامرأة، ما عندناش مشكلة ان احنا نفرق بين الجنسين في حلقة، او نفرق بين الجنسين في حلقة النهاردة، يظل واحد من الابراج السريعة في انهاء العلاقة. رباعي خط النار، رباعي القمة، حد توقع المركز الاول؟ حد كتب تعال نشوف مين في المركز الرابع؟ النار هتبدأ ان هي تلسعني وتلسعكم كلكم عند التقائنا ببرج الحمل اللي هو برجي في المركز الرابع. هل الحمل سريع؟ نعم سريع. هل الحمل مندفع؟ نعم، في انهاء العلاقة مندفع. الرجل اشد من المرأة هنا في استثناء، المرأة ممكن تكون عقلانية شوية ومتأنية اذا قارناها بالرجل من نفس البرج. يعني لما نقارن امرأة الحمل برجل الحمل، لا انا اقول لك الرجل هنا اسرع بكتير بمراحل، ولكن البرج بشكل عام من الابراج اللي عرف عنها في علم الفلك ان هي ابراج سريعة في انهاء العلاقة. خاف من الابراج دي، ما عندهاش جلد ولا صبر ولا تحمل في الحياة العاطفية اطلاقا. اعلى واشد واعتى في المركز الثالث واقوى واسرع. دخلنا في سرعة الصوت بقى، بلاش الضوء، خلي الضوء للمركز الثاني والاول. البرج ده بينهي العلاقة بسرعة الصوت تقريبا، الا وهو برج الاسد الناري، واحد من اسرع واقوى واعتى الابراج. اذا اتكلمنا في الموضوع ده لازم يكون حاضر ما بين ابراج القمة ويفرض نفسه علينا، مهما حاولنا نهرب منه ما نعرفش نخلعه من الترتيب بتاع رباعي القمة او رباعي خط النار اللي معانا في حلقة النار. المركز الثالث من نصيب برج الاسد، وهو يستحق بجدارة منافسا بقوة اصحاب المركز الثاني والاول، ولكن الاسرع في اللي اسرع منه. سرعة الضوء هتنطبق حرفيا على برج القوس اللي بيجي في المركز الثاني، واحد من اشد وافتك واسرع الابراج في انهاء العلاقة. هل انا ممكن ارتبط ببرج القوس واصبح الصبح ما لاقوهوش؟ وارد جدا، نعم جدا. ما تسألش ليه، لان الاجابة باختصار هنقول لك ان دي طباعه. البرج ده كده سريع جدا في انهاء العلاقة، سريع جدا في الانسحاب من العلاقة، سريع جدا في انهاء طاولة المفاوضات. بينما متصدر الابراج في حلقة النهاردة اللي بيجلس على عرش الابراج وبيتصدر التصنيف في مرة جديدة هو رجل او امرأة برج الجوزاء الهوائي، وحذاري من رجل او امرأة برج الجوزاء الهوائي اذا اتكلمنا في موضوع زي ده. هو اسرع الابراج على الاطلاق انهاء لاي علاقة عاطفية مهما كان مداها، قوتها، عمقها، طولها، امتدادها. الجوزاء من اسرع ايه ده، اسرع الابراج انهاء للعلاقه العاطفيه. اكتبوا لي اراكم في الحلقه دي، بقرا كل تعليقاتكم، بتعرف عليكم من خلالها. شيروا الحلقه دي، شاركوها مع اصحابكم رجاء على الفيسبوك، الانستجرام، او حتى اليوتيوب. اشتركوا يا جماعه في قناتنا التانية للفضفضه، اسال محمد وعيلته، قناه مهمه جدا ومفيده جدا، كل يوم قصه جديده، درس مستفاد، وحكايه جديده، قناه جميله جدا، يا ريت تشتركوا فيها. الروابط دي كلها في وصف الفيديو. واول تعليم الى الانستجرام الخاص بيا والفيس الخاص بيا، صفحتنا على الفيس ايضا في اول تعليق ووصف الفيديو. اشتركوا، انضموا لنا، قربوا، كبروا عيلتنا، بحبكم جدا، هتوحشوني، وان شاء الله نلتقي بكم.